لك اليوم بشكل عام صراحة راح يكون كله مذاكرة. الخطة تغيرت شوي، راح أكمل المذاكرة في بيت صاحبة سارة، راح أقعد أذاكر الحين كمان إلين وقت السحور. صباح الخير متابعين، كيفكم؟ إن شاء الله كويسين. اليوم لا فلق اليوم بشكل عام صراحة راح يكون كله مذاكرة، فاعذروني. مع إنه صراحة أغلبكم تحبون فلقات المذاكرة، فراح أحاول أكثر لكم. فبكرة معاي، بكرة راح يبدأ امتحانات الميد تيرم عندي، بكرة معاي امتحانين في نفس اليوم، تخيلوا. بس الحمد لله يعني مادة سهلة، بس الثانية شوي صعبة، اللي هي مادة الجراحة، اللي هي مادة التخصص أصلاً. فالحين قاعدة أذاكر لها. أنا خلصت ولخصت، بس باقي عارفين المراجعة النهائية اللي أثبت فيها المعلومات. فصحيت الحين قبل شوي زي ما شفتوا وصورت لكم، لعبت شوي مع سيمبا وديلا، خلصت. الحين قلت خليني أذاكر شوي. الحين شوفوا الساعة كم، الساعة 2، يعني تقريبا لين صلاة العصر أفكر أخلص 3 محاضرات، لأن هي 6 محاضرات. أكون خلصت 3 بعد الإفطار، خلصت 3 كذا الأمور كلها تكون تحت السيطرة بإذن الله. وأعرف اكتبوا لي في التعليقات هل في أحد يمتحن غيري في رمضان؟ يعني إحنا في جامعتنا أغلب التخصصات امتحاناتهم بعد العيد، عرفتوا كيف؟ فيمكن بس إحنا التمريض وكم تخصص اللي امتحاناتهم قبل العيد يعني في رمضان. فما أعرف، من جهة أحس شيء كويس عشان نعيد وإحنا كذا مبسوطين مرتاحين، ومن جهة ثانية حرفياً أنضغطنا، يعني لا إحنا اللي قادرين نلحق العبادة ولا شيء ثاني. فيلا هانت امتحاني إن شاء الله بيكون 4 أيام، بيستمر 4 أيام، بخلص على تاريخ 29 تقريباً، شيء زي كذا. فأي والله أنتوا حكوني، اكتبوا لي في التعليقات كيفكم، كيف معاكم رمضان؟ الخطة تغيرت شوي، راح أكمل المذاكرة في بيت صاحبة سارة، إحنا الجيران، أتوقع خلاص صرتوا تعرفون. باخذ أشياء كلها سريع سريع وأطلع عندها. أتوقع هذه كبيرة، راح أخذ. إذا صار وأخذت الوصلة هذه اعرف انه خلاص الوضع بيصير مبيت في بيت سارة، انه ما راح ارجع من هناك. اليوم بشارككم الجانب السلبي من القطط. صح انهم حلوين وكيوتين وكل شيء، بس شوفوا معاي الجاكيت هذا، جاكيت اللي البسه دائما، بس امان شوفوا لي الوبر كيف، شوفوا الوبر كيف. بس والمشكلة إنه شوي طويل، فالتنظيف حقه ياخذ وقت عبال ما أخلص، وقماشته شوي غريبة كذا، الوبر يمسك فيه بقوة. فحرفيا لي أسبوع هذا الجاكيت ما لبسته ولا قربت منه نهائيا لأني متكاسلة أنظف هذا الشيء. والمشكلة يا ليت إنه يعني ينظف لما أسوي فيه هذه، ما تشيل ولا شيء، يعني أقعد بالساعات وأنا أسوي أسوي، بالنهاية أطلع برا أكتشف إن الجاكيت حقي كله وبر ولا كأني سويت شيء. فالحين أنا مضطرة ألبسه،
فالله يعين كم ساعة باخذ عليه وانا قاعدة انظف. الله الجو اليوم حلو، واضح انها بتمطر بعد شوي. بدكم تشربوا؟ أي البرد بسبب المطر. المهم طالعة من سارة الحين برجع البيت، فبس بروح البيت أغير الملابس وزي كذا، بعدين طالعين مرة ثانية للمكتبة. ترى الليل طويل حرفيا لأنه بكرة الامتحان، فلازم نخلص كل شيء اليوم. صراحة أنجزت اليوم، يعني أنجزنا الحين قبل شوي، صح في كان سوالف بس برضو أنجزنا. الحين الخطة إنه نكمل باقي المذاكرة في المكتبة إن شاء الله. طبعا قاعدة تمطر للحين، وكالعادة أكيد ما عندي مظلة، يعني هذا شيء طبيعي كلنا أتعودنا عليه إنه إسراء ما يكون عندها مظلة. أنا أقول خلي نمشي بسرعة، لو ما كان عندها الكلب هذا أبغى أقول لكم إياه، ما يمدي القهوة لا تاخذيها من هنا، بناخذها من هناك. ناخذ بس شوكولاتة. انا كيكتي وينها؟ يوم ما جيت من السعودية ما جربتها. تمزحي يا عيب الشوم. اجيب لك تبين؟ الاحمر. لا اللي جنبه. اي كفو. اي. اعلان. اعلان. اعلان مدفوع غير مدفوع. اعلان بريالين. بس لا حلو طبعا حطيه هناك. اي احد يبغى اعلان او شيء يتواصل مع سارة. صدقوني يعني. اي بسوي لكم ارهب اعلان في الحياة. ايه خذي اثنين، خذي لي معاكي. هذه من هندك. من هندك. اي وبعدين. Thank you.
رجعت لكم زي ما شفتوا، رجعت الحين قبل شوي أنا وسارة من المكتبة ساعة 2، يعني تقريبا صارت ساعة 3 ولسه ما خلصت مذاكرة. تخيلوا امتحاني بكرة باقي لي كده زي محاضرتين تقريبا، فقلت راح أقعد أذاكر الحين كمان إلين وقت السحور، بعدين أقوم أتسحر وأنام مرة واحدة. امتحاني الساعة 11 الصباح، فأتوقع إلين وقتها يمديني حرفيا أذاكر كويس. أمانة شيء يقول لي على الوضع هذا مش قادر أذاكر منها، بس كذا رايحة جاية فوق المكتب بدون أدنى سبب. لو سمحتي أبغى أذاكر. شوفوا بس كذا بس كذا، شنو تبين ها؟ ما أذاكر يعني؟ ما أذاكر؟ ما أذاكر؟ الفيزا وتراكمت الدروس ولسه ما بلشت. Sometimes I think. اهلا وسهلا، بعد ما جلدني الاختبار وطلعت. حرفيا طالعه الحين راجعه من الجامعه، دخلت الامتحانين. ابشركم الثاني كان مره حلو، مره يجنن يعني، حلو حلو، بس الاول لك عليه. بس ما يهمني، اهم شيء انه دخلت وعديت وانتهى الموضوع. الحين الشيء الوحيد اللي ابغاه حرفيا السرير، ابغى انام. اتوقع بدخل غيبوبه اول ما ارجع البيت، بصحى بس على الفطور. الحين ساعه واحدة، فا اي والله اتوقع فلق اليوم راح انهيه. اذا وصلت الى هنا مره شكرا واحبكم.